الحفلة اللي ناقشناها معاكم امبارح، حفلة هي مش حفلة للمثليين، هي حفلة موسيقية. استغل بعض المثليين أو الشواذ جنسيا الحفلة زي أي تجمعات يمكن أن يستغلوها، ورفعوا علم المثليين. احنا قلنا يا جماعة يعني مفيش حد بيناقش حد في حريته الشخصية، لكن ده بقى مش حرية شخصية. يعني حينما تعلن عن تجمعات بهذا الشكل وترفع علما، القضية هنا تجاوزت الحرية الشخصية ودخلت في نطاق ما يهدد قيم المجتمع وأمن وسلامة البلاد كمان، وبينطبق عليه القانون، بدليل إن النائب العام أعطى تعليماته على الفور بالتحقيق في هذه الواقعة، وتم القبض على 7 من الذين رفعوا العلم. كنت أتمنى يعني الناس ترفع علم مصر وتتباهى وتفخر بأنها يعني تقدم نموذجا جميلا ونموذجا في النجاح ونموذجا في الوطنية، لكن للأسف الشديد طبعا في حالة انزعاج من هذا المشهد. مصر كثيرا ما مورست عليها ضغوط دبلوماسية حتى تعترف ببعض الأسطر اللي كانت بتتضمنها بعض الاتفاقات والمواثيق، اللي كانوا عايزين انه مصر توافق على ما ينص على حقوق الشواذ في العالم يعني وفي مصر كمان. طيب عشان هي حفلة موسيقية، طب موقف نقابة الموسيقيين ايه؟ ده اللي دعاني ان انا اسأل امير الغناء العربي الفنان الكبير الاستاذ هاني شاكر نقيب الموسيقيين. استاذ هاني اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ وائل، ازاي اهلا حضرتك؟ بيك استاذ هاني. استاذ وعودة هاني وانت حبيبي ده يا حبيبي، وحشتنا والله. الله يخلي حضرتك، الله ربنا يخليك، يخليك، الف الف شكر على اهتمامك. الله يخليك يا حبيبي. دايما يعني انت حتى منذ ان جئت لنقابه الموسيقيين وقبلها وانت ترفع شعار دائما الفن النقي الهادف، ولابد من تطهير الفن من كل البقع السوداء التي يمكن ان تلطخه يعني باسم الفن. هي حفله موسيقيه، والبعض قال طب فين نقابة الموسيقيين؟ حفلة موسيقية رفع فيها علم المثليين أو علم الشواذ جنسيا، كيف تعاملتم مع هذه الموقف؟ وهل اديتهم موافقة ولا لا؟ تفضل. بص يا استاذ، لما طبعا المتعهد اللي جاء اخذ تصاريح الحفله معاه تصاريح كامله من النقابه والمصنفات الفنيه والقوى العامله وتصريح امني وكل الكلام ده، لكن هو طبعا اللي جد جديد، وعلى فكره والفرقه دي عملت حفلات قبل كده في مصر، يعني مش اول مره تغني في مصر، لكن انا مؤخرا ابتدينا نسمع انه الفرقه دي اتوقفت في الاردن لاسباب ما لا علاقه بالكنيسه هناك، وطلبت الكنيسه هناك انها تمنع الفرقه دي من انها تغني، واعتقد انهم اتمنعت. ده في الاردن او تم في منعهم الاردن بالفعل. بالظبط كده. احنا كلنا اتفاجئنا بموضوع الاعلام، انا واحد من الناس، انا طبعا ما اعرفش طبيعه هذا العلم ايه، واعتقد ناس كتير مش عارفاه، لكن اتضح بعد كده انه علم بيمثل المثليين، وده الجديد علينا في مصر، ان انا ابص الاقي يعني الجهر بهذا الموضوع ورفع العلم اللي بيحث على هذا الفسق في حفلة غنائية. طبعا ده شيء ازعجني جدا، وازعج الدنيا كلها في مصر، وازعج الاعلام زي ما انا شايف. وده شيء النقابة لا يمكن هترضاه ولا تقبله طبعا، لانه اصل هيفتح الباب يعني لما هو اسوأ، يعني لو ده عدى كده أكيد. المشهد ده يعني القادم هيبقى اسوأ. اكيد اكيد، واحنا الحمد لله ان انا والنقابة ومجلس الادارة معايا تصدينا قبل كده لعبدة الشيطان والكلام الغريب واللبس الغريب اللي كان عايز يجي عندنا وياخد شبابنا لسكك بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى وعن الفن الصحيح السليم. احنا كمان برضو متصدين لده. وفي قرار ان شاء الله، احنا اجتماعنا الاسبوع اللي جاي او الاسبوع اللي جاي على اولوية اجندتنا في الاجتماع موضوع هذه الفرقة وهذه الفرق اللي بتجينا من بره عموما، وانه يعني لازم يكون في قرار او موافقة امنية من اي متعهد هيجيب فرقه من بره تاني الفتره اللي جايه، لانه الحقيقه زي ما حضرتك كنت بتقول في مقدمتك وانا قاعد بسمعك، ان مصر مستهدفه كل شويه، مش عارف يحدف لك ايه ويعمل لك ايه في البلد، وما اسهل ان انا اشيع الفسق للاسف الشديد بين شبابنا
فلازم يكون في موقف حازم. انا واحد من الناس يعني ان شاء الله مش هدي تصريح لهذه الفرقه مره اخرى، لكن الفتره اللي جايه برضه يعني فرقه مشروع ليلى ده او فرقه ليلى ده مش هتديها تصريح تاني خالص. لا اعتقد لا، وده برضه يعني ده توجهي انا يا استاذ وائل، لكن عشان يكون هذا الكلام مفعل لازم يكون يوم السبت ان شاء الله قرار من المجلس كله، يعني مش بس قراري انا اي قرار باخده ما بنفردش بيه، لا بنبقى كلنا كمجلس اداره راينا مع بعض. فانا هطرح هذا الكلام على المجلس وان شاء الله يوافقوني في هذا الكلام، والى جانب انه اي حد اي فرقه جايه من بره من فرق الاندر جراوند اللي تبقى جايه لنا من بره لازم هشترط لازم يكون في موافقه امنيه قبل ما اديها. لكن حضرتك في دي اديتهم الموافقه لان انت لقيت ان في موافقه امنيه على الحفله يعني. بالظبط كده، في موافقات كلها مش بس موافقه امنيه، في موافقات الموافقه الامنيه والمخططات والقوى العامله كل ده كان متاخد وما كانش حد يتوقع ما هم عملوا قبل كده حفلات. وهي المصادر الامنيه بتؤكد انهم موافقين على حفله موسيقيه، فلكن بالظبط كده هم بيستغلوا هذه التجمعات ويعملوا هذا المشهد يعني. بالظبط، وزي ما يعني انا عايز اقول ايه، طب كان ممكن يستغل ده اي تجمع اخر في اي مكان اخر، مش لازم تكون حفله موسيقيه. طبعا يعني يدخل على ماتش كوره وتلاقيه مثلا ويروح عامل ده. ف لكن يعني عشان انا ابقى في السيف سايد زي ما بيقولوا وأأمن ولادنا وأأمن بلدنا وأأمن شبابنا انه ان شاء الله يعني ما يبقاش في حاجات من هذه النوعية الغريبة حقيقة على مجتمعنا العربي والإسلامي، هيبقى يعني شرط مهم جدا انه لازم يكون في موافقه امنيه لاي تصريح بعد كده هنعمله للفرق اللي جايه لنا من بره دي ان شاء الله. بشكرك يا استاذ هاني، استاذ هاني شاكر نقيب الموسيقيين امير الغناء العام. هو انزعاج المجتمع يا جماعه يعني الناس عندها حق يعني. ليه؟ لانه زي ما بقول لكم احنا مجتمعات يعني منظومه القيم اللي فيها لو اتهدت يعني خلاص يعني. وبالتالي هنا مجتمع يحافظ على تماسكه بالحفاظ على منظومة القيم.